كمان دلوقتي معانا تحديث لاخر اسعار العملات والذهب، ودايما بنبدا باسعار العملات. والدولار الامريكي اللي سجل شراء 15.64 جنيه، البيع وصل ل 15.74 جنيه، اليورو 17.51 جنيه للشراء والبيع 17.67 جنيه، الجنيه الاسترليني سجل 20.81 جنيه للشراء البيع 21 جنيه وقرش، الريال السعودي شراءه ب 4.18 جنيه والبيع 4.19 جنيه، الدينار الكويتي شراءه وصل ل 49.19 جنيه والبيع عامل 51.96 جنيه. بالنسبة ليه اللي بيحب يتابع أسعار الذهب، دايما بنبدأ بعيار 18 اللي سجل 676 جنيه، عيار 21 وصل ل 789 جنيه، عيار 24 استقر عند 900 جنيهين، والجنيه الذهب وصل ل 6312 جنيه.